إياك لاجئين من هول ما عنيناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. هاتا ماسي 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 سدو 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 إلالي 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 وديري وديري وانا باداري سوتينا بلغة سبسرري يدن وعالك يوم قدام دبري تعب يوم دلائك أكبري حقي سكاز لول بطري ملك عغما قركا ملك عغما قركا تبايل علي بحبران غل زيف لي تعب يوم دلائك أكبري أواي ليلي 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 كل علوم كلهم أقول قلي أسلامي كستناي بتغلالي والعناير ترانا ما غلي والعناير ترانا ما غلي كيان تدوخ بلوم يصبر لي حد نتناز طعمو معري حد نتنا صداع ممري عين فليس لا ينفلي حواتنا بالانقل ملي عين فليس لا ينفلي حواتنا بالانقل ملي عين فليس لا ينفلي أواي ليلي أواي ليلي أواي ليلي ماما حدا سيئ سلام.
البلي قام حدا سيئ كما يقولك بريولا كا إذا قرب بريولا هذا تحت نهلته جندي إذا جندي إمنتي أنا نوع عليه أبزي يزوله أبراهام زبهل روفيت بوهما تزاريب كاسم عكا إسوا أبونا هاي منوت هيجا أبراهام أبزي نيرو إمنتي رونا عملا دهارا يبدهري أبراهام بس قلت إسحاق ماتيو زك أمفر يازلها ودو إسحاق وزهاء نتودو إسماعيل ماتيو كاوم دهريت هاي منوت فتيرو بإسماعيل أسلم ماتيوم بزي حركة تمشيت بزي زونيت بإذا أكاء جهودي متيا كاتا جهودي ها كريستيان غنزيلا واتيا رديكم إساق أبوي ني جهودي ني كريستيان أمونغو كريستيان ها نابزج أنفر متيو إفانجيليك نابزج أنفر متيو كاتوليك نابتهاب أنت تفال ألي ألو ني كريستيان إمنت كومو ها نابتم جهودي ألو أرتودوكس جهودي ألو راديكال جهودي تفال ألي ألو سنزي أنا أقول أنا لو كل أكايدا علم كم زا جربي وإذا جرب وإذا جرب كله بقولي أبحر جندي كجمري شو تفر على أنفرك بقولي كومها بهيرات أبز علم زلوا تجرينا نيروم أم مونغو تجرينا تجرة تفت إيروم كومها عفار صهون حواديهم أبحر أنفر نيروم دهريها أنا كلت أنفر تمائلهم كومو تفر على بهير فتر تفت إيرو تفت إيري أرومي كم ها إيرترا تفت إيرا أو إيرترا تفعل على بهير تفت إيرو تفعل على حيمانو تفت إيرو توديا تفت إيري إذا كلهم دكبات تمرت إيرترا نكلهم غزايا نحنا نسبي سوغوغن نحنا بكن مسبا وين برنان إذا مرت كلهم أملاخيو أبزري أزلنا مرت كلهم أملاخ سلزه هنا وكل ود سبها أب كل مرت كنبر كلي تعبيرك بسلام كنبر كلا تلديكم أنا وانا هون كنا مرت إذا جيجاي من إذا حصل أمتي ومرت عطي حيو بعلها دوب جركا إذا ناتي مرت مرت مبال جيجاي كنا أملاخ جيجاي سلزي غرو فوزت لي أم مغنا مؤتاو إذا بلوكم دير زول له أنا أبغون دي تعرف زول له كم تشوم هابنا أبراهام عبد الله إمنت رحنا أملاخ يزلني أصلاً نخواتيهم كريستيان نخواتيهم كل تفعل ليش أنفر هزول له أبز حيمانات نخواتيهم تلديكم أنا أملاخ أمن كل سر أملاخ أمنها عرقي أب تنتفعل اللي ما تصحفه تنتفعل اللي ما تصحف نيت الحيوانات أو وش تهدت صحيف ولا تلقي أنتصار كله حيوانات وش تصحيف يلن. What's up guys? My name is Musa. It's been almost 1 year since from our beautiful wedding last summer. And thanks to God, back then there was no any issue or trouble to spend beautiful time with relative and family.
قلتي أم حدا نعيت هولا بويتا قلتي أم حدا زمن أم ماي بيت مرقو خم الروب كبت تعمات ورم قرمات حدا روح لنات نسخت اللب نتسع والقلات قلتي أم حدا نعيت هولا بويتا قلتي أم حدا نعيت هولا بويتا قلتي أم حدا نعيت هولا بويتا Mbaba araya, my mitzi mitzi Nisata fitali, nisu wana vida kukwa zanzi Lalo, aya Wazom shema miti, wazera zro Hifnita paya haram, tu gomro mro Thank you.
Thank you.
وش اللي فرق؟ أنا لو كنت مولودة في قرية في غامض لكنت مثلي مثل جيلي الآن، يعني جدة وطبعا سيدة فاضلة مربية للأطفال، لكنها لم تنل حظها من التعليم ولم تعرف ولم تتثقف. ولدت في أسمرة في أريتريا، عاصمة أريتريا، عندما ذهب أبي للعمل هناك، وكثير من السعوديين في تلك الفترة كانوا يذهبون إلى حيث البحث عن الرزق. فهناك أنا عشت في أسمر المدينة الإفريقية الجميلة المتطورة. عادة الاستعمار عمره ما يكون له إيجابيات إلا في العمران والتطور العمراني، مثل ما حصل في مصر، نفس الشيء في أسمرة. الإيطالي، الاستعمار الإيطالي كان عاملها مدينة جميلة أوروبية، وبعدين أجواءها كانت جميلة. ولدت في شارع، أكبر شارع تجاري هناك، على جانبيه تجار من مختلف بلاد الدنيا. أبي كان عنده متجره، وجارنا يهودي أمامنا في ديانات مختلفة، ديانات مختلفة، نعم، وجارنا البريطاني وجارنا، فكانوا يعني عشت في هذا، بالإضافة إلى الجامع الذي خلف بيتنا الذي شفت يعني الأولاد الجالية العربية يذهبون إليه لتعلم القرآن، فسحبت معهم. من وصلني لهذا الجامع جار اللي مقابلنا اليهودي. فتخيل كيف كانت الأديان، كيف التسامح، يحضرون البعض. هذه أجواء أنا عشتها وظلت فيني، لأني عشت وعرفت هذولي كيف يتصرفون. وانت كنت في مرحلة التشكل الفكري والعقلي، فأثر فيك المشهد بشكل مباشر. نعم أكيد. هي مع تشرشل وجلسة خاصة مع روزفلت، أكثر ما جاء مع تشرشل أنا حضرته، وتقريبا هو معروف ما جرى، هو واحد يعني. ماذا جرى؟ والله كلام طويل عريض. الملك عبد العزيز يقول لهم أنه أنا البحر الأحمر هذا تقريبا أمنت لكم إياه من الإيطاليين الموجودين في أسمرة وموجودين في مصوعة، ومن الإفرنسيين الموجودين في جيبوتي، وأنا أيام الحرب هذه أريد ثمن مشاركتي لكم في النصر. 45 النصر خلاص باقي يعني شهرين وتسلم اليابان يعني. نعم. فأنا أريد حقي، وأنا ذيك الأيام كشاب يعني أعجبت بالتعبير، يعني أريد حقي من النصر لأني شاركت فيه، يعني مش منحة مش شحاتة، أنا أمنت لكم هذا. لو لم أكن موجود كان احتاجين إلى 50-60 ألف يعني ينتشرون من الغواصات. أيامها ظهرت 3-4 غواصات يابانية مثلا يعني حوالي سيلان في جزء. وما الذي حصل عليه الملك عبد العزيز من هذه المحادثة؟ والله أعطوه ما يريد، أملاءه إملاء أسلحة ويسموها أرزاق، إيش يسموها، تموينات وإلى آخره، يعطوه كل ما يريد يعني. وأرسلوا مندوبا خاصا، هو السفير الأمريكي فيما بعدين اسمه كيرك يعني، جاء خاصة ونحن كنا في المقناص عند الملك عبد العزيز، وجلس 3-4 أيام، أعطوه مسير طويل عريض بكل ما يريدون. وماذا دار بين الملك عبد العزيز وروزفلت حول القضية الفلسطينية؟ حول القضية الفلسطينية بدأها روزفلت. روزفلت لما قرر أن يسأل عن الملك عبد العزيز يتعرف عليه، طبعا دريوا الناس المستشارين اللي عنده في الكونغرس وغيرهم، فاللوبي اليهودي جو إلى عنده قالوا له دخيلك أنت الآن تبغى تروح شوف. وهذا هو العقبة الكبرى، إحنا حاولنا معه بطريقة غير مباشرة أن يتوسط فيلبي. For example, you're Muslim, don't mean I'm Muslim. I don't see myself as British in any way or English. But what some people may see themselves as British rather than English if they grew up here because of the St. George's Cross. But I mean, mostly you did grow up here, didn't you? And the link that has with the Crusades. So young Muslim people aren't going to feel confident putting on that England jersey. So why do you feel uncomfortable with both, if you like, given that you grew up here? Me? So I'm African, I'm from Eritrea. Britain tore my country apart, it tore my continent apart, it tore the rest of the world up
for quite a long time. But it enabled your family to come here and seek refuge, presumably. But we came here because of what? Because of the condition that Britain left my country in. That's why I'm here. So you feel uncomfortable with your Britishness, whether you like your I feel completely uncomfortable with it, and I feel ashamed, and it hurts. And when someone gives me a form and says, "What do you want to put on it, Black African or Black British?" and if they prompt Black British, I feel really, really upset. Like, it really hurts. إن ترك صحبة الأبوين تدمير للحياة المستقبلية للعبد في الدنيا خاصة. إن ترك صحبتهما مع استطاعتك أن تصحبهما وتستبدلها بدوامين، بعضنا عنده دوامين، وإذا قالت أمه ولا أبوه وينك فيه؟ قال الله مشغول في اختبارات العيال. وين رايح؟ رايح نطلب الرزق. وين رايح؟ رايح انتدابات. وين تتركني في ديرتي وتروح للرياض وتخليني وأنا أمك؟ قال والله وظيفتي أهم. تبا لوظيفتك وتبا لما أشغلك عن أمك وعن أبيك. صعد صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر فأمن على دعاء جبريل. أسألكم بالله، جبريل يدعو ومحمد بن عبد الله يؤمن، ضاع ولا ما ضاع اللي يدعون عليه ذولي؟ خاب، والله ما خاب، ضاع، خسر الدنيا والآخرة، ضاع مستقبله في الدنيا ويخشى أن يضيع في الآخرة. آمين آمين آمين. من يا رسول الله تؤمن على من؟ قال جبريل، قال لي وهو يصعد عتبات المنبر، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنف، أي دس أنفه في الرغام والصغار والهوان والذل. ولو حفظ القرآن ولو أخذ أعلى الشهادات، رغم أنفه. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر، لاحظ عند الكبر هم بحاجتك ويمكن ما يقولون لك شيء، رحوا أبوك، رح لوظيفتك، رح لعيالك، انشغل بعمرك، ما قصرت، ومصدقين. وبعض الأبناء مصدق، اي والله أبوي سامح لي. يا عدو نفسك، والدك أرحم بك من نفسك، وأمك أرحم بك على نفسك. أنت المحتاج لبرهم، فاخفض جناح الذل وعد تحت أقدامهم. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ثم لم يدخلها الجنة. إذا عكفنا تحت أقدام الزوجات والأبناء والوظائف، سلط الله علينا أرزاقنا وأبناءنا وزوجاتنا. وآخر محطة في حياتك يشيلونك في كمبل ولا بطانية، هالعيال اللي انشغلوك عن أمك وبوك، إذا اشغلوك عن حلوة اللبن وقرة العين وبوك، آخر عمرك يلي منشغل بهم ينشغلون عنك ويرمونك على بوابة دار للمسنين جزاء وفاقا. ومن انكسر وذل وخفض، خفض جناح الذل عند أبوين خاصة الكبيرين، فتح الله له الأبواب كلها، فتح لها أبواب الرزق، التوفيق. دعوة من أمك، دعوة من أبيك، رح الله يفتح لك باب الرزق. الله يستر عليك وأنا أمك، الله يعطيك حتى ترضى، الله يكفيك شر الليالي والأيام، الله يعطيك ويصب عليك الخير صبا. وين تلقى هالدعاء إلا من عجوز على سجادتها وانت قاعد تحت رجليها تتمرغ في رياض الجنة؟ أقدام أمك يا من بحث عن صحبة غيرها، أقدام أمك ثم الجنة بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كانت اليوم 24 ساعة، كم تقعد تحت قدم أمك وأبوك؟ كم ساعة؟ بعضنا في الأسبوع يجي الجمعة لا وهي اللي تطبخ الغداء، من زين الحظ ومن زين الطبايع، يعني ليته يجي يفتك، يجي بعياله ويقلبون البيت حرب داحس والغبراء، يخربون بيتها ويكسرون أثاثها ويكسرون فناجيلها وكيسانها، ويطلعوا عياله يقول زرناها، أنت يا حبيبي خربت عليها أنسها وخربت بيتها وأتعبتها في مطبخها. أنا أريدك أن تذهب بطعامك وتأخذ بعض أبنائك وتعلمهم الأدب. أنت بين يدي أم وأب، رضا الله في رضاهم. الحسن البصري إذا نظر إلى أمه خنقته العبرة، لما يا إمام؟ قال ويحك، أنا بين يدي إنسان
رضا الله ربط برضاه، أخشى أن تغضب فيغضب الله جل وعلا. ما أعظم النظر إلى وجه الأم، وما أعظم النظر إلى وجه الأب، بشرط أن تكون صحبتنا لهم بالمعروف. قال معروفة معروفة وصاحبهما في الدنيا معروفة. Hey, Nonna P. Yes. What are you making for dinner today? I'm making a pork chop. What is this box right here? It's a butcher box. Oh, what is that? It's very, very good meat. Oh, yeah? Very good meat. They send you fresh meat to the door? Yes. Oh, my God. So we don't have to go to the grocery store anymore. No, they're going to send it to me. So they send it every month and you choose whatever you want. Yeah. And it's boneless pork chop. Pork chop, yeah. Grab the eggs, dip a little bit like this. Mm-hmm. Put them in a breadcrumb. A little oil. Mm-hmm. This is a lighter one. A lot of steam now. All finished, Pete? All finished. The juice. Time to eat. You want to try? You try first. Mmm. Boy. طرحين علم بخبرها والآية سحت من غزيرات الدموع اللي رضعت لسنين ثمرة صدرها وحنت علي يوم انا كنت موجود واللي مشيت صغير تابع اثرها ويا ما شبعتني وهي نامت على جوع يا رب ترحم روحها في قبرها يا اللي جعلت الحي للتراب مرجو والعواطف كمان العواطف اللي هي حب وبغض وشفقة وتأسي كل العائلة قال لك العواطف دي ملهاش قانون العواطف ملهاش قانون إلا شيء واحد نقول لك خلي العطف عند حدود العاطفة اوعى تخليها نزوع يعني ربنا مش عايزنا ما نكرهش يا اخويا اكره اللي تكرهه وحب اللي تحبه لان دي ملهاش قانون هو في واحد يقول الواحد حب واحد ابدا ده كده اقول انا بحبه لله في لله يعني مش لاقي سبب وبكرهه ايه لله في لله يبقى دي عواطف
مدام عواطف خلي العطفة دي لحد العطفة، اوعى ترتب عليها حكم. مش اللي تكرهه بقى تذله، مش اللي تكرهه تظلمه للناس، مش اللي تكرهه تقعد تأذيه، لا اكرهه انت حر، انما بس ما تعديش الكرة الى عملية ايه نزوعية. ولذلك ايه هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، لا يجرمنكم اي لا يحملنكم بغض قوم على ايه لا تعدلوا، ابغضوا زي ما انت عايز، ما قلناش ما نبغضش لان دي عواطف ما نقدرش عليها خلاص، لكن ما ترتبش عليها ايه، ما ترتبش عليها ايه حكم. احنا حدثت أنك حدثت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي يوم القيامة، قال إن الله ينادي يوم القيامة يا ملائكتي أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أخصه منه. تقل الكافر لواحد من أهل النار خلاص، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. إن كان شوف بقى، شوف الميزان، قال ما يدخلش بتاع النار النار ولو حق لازم ناخد منه كده. نعم.